احنا شلون ممكن نسوي بريفنشن؟ نعتمد على الثقافه، تمام؟ فشنو المضاعفات اللي ممكن يسويها الفيروس البروتيز؟ المضاعفات هي مو بس قلنا على القلب، احنا قلنا على القلب، اهم شيء ممكن يجي به المريض هو الهارت اتاك. الهارت اتاك سواء كانت انجاينا يعني دفعه او اذا كان قمر يعني جلطه قلبيه. بالعاده الانجاينا فرق عن الاماي شنو؟ كباثوفيزيولوجي يعني كمسبب او ك يعني تاثير السكليروسز الحجر. يقول لك الانجاينا والاماي، الاماي يكون تسرب الشرايين هي اكثر من 70%. يعني الشريان يعني بدل ما يكون العرض مالته هالعرض فراغ يكون نرو يعني يكون عرضها هالقد. بينما الانجاينا يكون اقل من 50%. هاي طبعا لا جاب من الرأي. لا اي يعني ما عبر 12 ساعة. بالضبط ما عبر 12 ساعة.